السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنبقى في جولة إلى حدائق العاصمة بمدينة بدر، الإسكان الاجتماعي حدائق العاصمة. طيب، حدائق العاصمة يعني ممكن تروحها من عن طريق إيه؟ أنا دلوقتي مثلا على طريق الروبيكي جاي من عاشر من رمضان. طريق الروبيكي ده بيودي لطريق السويس، هي في نص الطريق ده، في ممكن تروحها يعني من طريق مصر الإسماعيلية تاخد الروبيكي، تمام، وكأنك رايح مدينة بدر عادي، وآخر الطريق ده السويس. ده أول طريق من طريق الروبيكي وأنت جاي من عاشر من رمضان ورايح على مدينة بدر، تمام كده، هي هتبقى على إيدك الشمال. طب أنت لو جاي من طريق السويس، لو جاي من طريق السويس هتاخد الطريق الروبيكي ويبقى هي على يمينك، تمام. أنا دلوقتي جاي من عاشر من رمضان طريق الروبيكي أهو، هي هتبقى على الشمال، واحنا دلوقتي ماشيين على طريق الروبيكي. احنا دلوقتي يا جماعه دلوقتي لسه على طريق الروبيكي اهو، وداخلين على مدينه بدر. اول مدينه بدر ده الكوبري اهو اللي فيه شريط القطر، تمام. احنا بقى هنخش شمال، ناخد اليوتيرن كده ونخش شمال الطريق ده، هنخش على حدائق العاصمه. يعني هي اول حي من طريق بدر وانت جاي من العاشر ورحت مدينة بدر. احنا دلوقتي اهو هنخش تحت الكوبري شمال، هنخش على حدائق العاصمة. يا جماعة ده شريط القطر اهو، ده تحت الكوبري. اهو هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة بدر، دي أول مدينة بدر. هتلاقي يافطة حدائق العاصمة ترحب بكم شمال، هنخش شمال. هنا شمال اهو عندك القطر السريع ال LRT اللي راح العاصمة الإدارية، راح على حدائق العاصمة. القطر اهو LRT، وبعد كده هتلاقي المحطة هناك اللي رايحة العاصمة الإدارية. داخلين اهو لسه، بس الحتة دي كده بيمهدوا الطرق فيها، الأرض مش مظبوطة شوية. طلعنا على الاسفلت، هتمشي في الشارع ده، بعدين ماشيين اهو هنلاقي نفسنا في حدائق العاصمه. الطريق سهل جدا واريا ممتازه اهو يا جماعه احنا لسه ماشيين على الطريق الاسفلت، طريق جميل. على يميننا هو القطر السريع اللي راح على محطه حدائق العاصمه، وده المدخل بتاع حدائق العاصمه. بص يا جماعة المدخل وجماله، طريق سهل جدا جدا جدا. هبص دي الصينية اهي، حدائق العاصمة. تمشي مع الصينية برضو على طول. هنعمل في وشك كده. بص المدخل معمول اسفلت ونخل وأعمدة، وما شاء الله يعني دخلة جميلة جدا. واللي بيميز حدائق العاصمه بقى اللي هي قدامها على طول محطه القطر السريع ال LRT خاصه بحدائق العاصمه، توديك بقى العاشر من رمضان، توديك العاصمه الاداريه، وجا
جايه من السلام ولمحطات الشروق والعبور والمستقبل. يعني الصراحه حدائق العاصمه موفر لها كل الامكانيات، مواصلات وقطر سريع وكل حاجه. بص يا جماعه الدخله اهي، العماره اهي، دي لاصحاب الاعلان العاشر اللي قدموا، وباقي الاعلانات السابقه للمتحولون والمتخلفين. بص يا جماعه كده دخلنا اهو حدائق العاصمه، فيها برضو سكن لكل المصريين. بص القطر يا جماعة ماشي هناك اهو، زي ما انتم شايفين كده القطر اهو، وده حصري قطر ال LRT اللي جاي من العاصمة الإدارية ودخل على محطة حدائق العاصمة، وفي اتجاه بقى مدينة بدر والشروق، مدينة المستقبل والعبور ثم السلام. وفي دخلة تانية هتدخلك على 10 من رمضان، 10 من رمضان 1 و10 من رمضان 2 و10 من رمضان 3. يعني الصراحة حدائق العاصمة مكان مميز جدا. هنلف الصناية كده ونخش من وسط الحي حدائق العاصمة. الصراحة عمال جديدة 90 متر، جميلة جدا جدا، هي نفس النموذج تقريبا اللي في العاشر من رمضان حي الأندلس. بس الصراحة بقى اللي بيميز حدائق العاصمة هنا لأصحاب الإعلان العاشر، او على يميننا هو يا جماعه قسم شرطه تعمير حدائق العاصمه، بص النخل يا جماعه، النخل وعمليه الاناره والطرق والجزيره اللي في النص اللي فيها الجناين والورد ونخل. بص يا جماعه الجمال، يعني بص اللي بيميز هنا حدائق العاصمه الطرق الصراحه يعني، ومعمول كل مدخل عماره معمول كده يافطه فيها سهم، هنا عماره كذا او من عماره من كذا لكذا، تمام، يعني بيدلك كمان اللي انت يبقى يحصل لك. يعني بص كده يا جماعه، بص عمارات من 419 الى 424، يلا خش يمين وبص الأعمدة. بص العماير، طبعا اللي انا ملاحظه دلوقتي يعني في ناس استلمت كتير جدا، وفي ناس لسه بتستلم دلوقتي، وفي ناس مرحلة الاستلام. بص يا جماعة الصراحة يعني انا شايفه حي جميل جدا. بص العماير دي، شقق 90 متر، 3 اوض وصالة مطبخ وحمام متشطبة، وبالفعل في ناس استلمت وفي ناس في بتستلم دلوقتي. وصلنا نموذج العماير يعني شبيه اللي بالعاشر من رمضان. في مدرسة معمولة اهي جوه، يعني ما شاء الله. خلينا كده نخش كده نحاول نشوف المدرسة دي. بص يا جماعة الجمال، لا الصراحة يعني حدائق العاصمة هنا، انا رحت حي الاندلس ورحت حي النرجس في العاشر، لا ده افضل الصراحة من حي الأندلس اللي في العاشر.
النظام واليوفط والشجر والنخل والأعمدة والمدرسة. وبص ما بص الجماعة المدرسة عاملة ازاي. يعني مدرسة انترناشونال، ده تبقى مدرسة ابتدائي وإعدادي. دي أول مدرسة في حدائق العاصمة، يعني اللي هيجي يسكن يا جماعة المدرسة موجودة والمركز الطبي والأسواق. يعني الصراحة حي مميز جدا والناس ماشية اهي. احنا كده نخش كده عند المدرسة تاني. المدرسة اهي، نشوفها أفضل. بص المدرسة دي أول مدرسة هنا في حدائق العاصمة. يعني الصراحة بالتوفيق لكل الناس اللي هتستلم هنا واللي هتقعد هنا، حي مميز جدا الصراحة. يعني أنا حاسس إن أنا قاعد في كومباوند صراحة، مش إسكان اجتماعي منخفض خالص. لا الصراحة يعني تحيا مصر جد. يعني بص بص المداخل، بصوا وادي مدخل المدرسة اهي. بص الجناين والورد تحت كل عمارة. وبص بقى ده اللي انا بقول عليه، يعني تحت كل عمارة جناين تحت العماير وممشى. يعني ممشى بين كل عمارتين، ممشى نجيلة وورد وقعدة جميلة بص يا جماعة بأمانة حي روعة، روعة الروعة. وليه كذا مدخل بقى، يعني بص المدخل هنا تمام اللي بيخرجك على الشارع، هتلاقي نفسك في المترو، يعني محطة المترو بتاعت حدائق العاصمة. نحاول نروحها بره. هوريها لكم دلوقتي. بص يا جماعة الحي، أنا كده هخرج بس على الطريق. وادي العماير اللي على الشمال اهي. لسه ماشيين. كل دي حدائق العاصمة. بص لو تبصوا كده تلاحظوا في مدرسة يا جماعة، في مدرسة ثانوي تبني. لا حي الصراحة جميل جدا يا جماعة. طب فين بقى محطة المترو بتاعت حدائق العاصمة؟ هي قدام على اليمين اهي. كده ماشيين كل دي حدائق العاصمة وسكن لكل المصريين. دي المرحلة التانية حدائق العاصمة قدام. العمارة على الشمال المرحلة التانية في حدائق العاصمة، واللي على اليمين محطة المترو يا جماعة، القطار السريع هناك اهي. احنا بنحاول نشوف داخلة كده، يعني حتة القطر السريع قدام العمارة على طول، يعني انت مش محتاج حاجة تاني يعني قدام. اه
احنا دلوقتي كده هنخش يمين عند المحطة عشان بس ايه نقربها شوية. كل ده طبعا هيبقى اسفلت، وش العمار على طول. كل ده هيبقى طريق هيودي LRT حدائق العاصمة مصر يا جماعة. هاي محطة حدائق العاصمة، القطر السريع. هنقعد نلف بقى ونرجع تاني عشان الحتة دي ايه وادي العماير اهي في وشي. يبقى دي الوصله، الطريق اهو بيعملوا طريق عشان تطلعك على العماير على طول. الناس اللي داخله ايه القطر اللي راح السلام، العبور، الشروق، العاصمه الاداريه، العاشم ورمضان من هنا. بص المحطه، المحطه ايه والعماير اهي. مفيش تعدي 30 متر تبقى في العمار بتاعتك، وفي مدرسة كمان اهي، وفي مول هناك اهو. اه يا جماعة، وفي مدرسة اهي، وفي مبنى اهو، مش عارف ده هيبقى ايه، تقريبا مول ولا مجمع. اه ده هيبقى مشروع تشطيب المبنى الإداري، ده جهاز مدينة حدائق العاصمة يا جماعة. ده هيبقى الجهاز قدام محطة المترو على طول. اهو ده هيبقى جهاز مدينة حدائق العاصمة تحت إشراف المركز القومي للبحوث. جهاز المدينة حدائق العاصمة، مشروع أكتر من روعة يا جماعة. تحيا مصر. تاني الحدائق العاصمة دي فيها سكن لكل المصريين، دي المرحلة التانية، وفي مدرسة اهي بتتعمل. يعني الصراحة يا جماعة مشروعات كبيرة جدا وضخمة جدا، وكله لصالح المواطن المصري. دلوقتي بقى محدش يقول لك ايه انا ما لا، كل واحد ليه شقه. كل اللي بيقدم على شقق بياخد الصراحه. انا عن نفسي انا مقدم على شقه وخدتها، يعني ما فيش حاجه اسمها بقى ازمه سكن ولا الكلام ده. الشقه هي على قفا من ياشا. انت مش عاوز شقه، كل واحد هيبقى ليه شقه. يعني دي كانت جولة كده في حدائق العاصمة، وتمت من الجولة دي زرنا الجهاز مدينة حدائق العاصمة والقطار السريع ال LRT
ومشينا جوه الشوارع كده وشفنا الجمال وشفنا الجناين وشفنا الطرق الجميلة وشفنا اليوفط وشفنا الدنيا كلها. تمام، وبالتوفيق إن شاء الله لكل اللي بيستلم اليومين دول، واللي استلم نقول له مبروك، وما تنسوش بقى تدعمونا بقى في القناة إن شاء الله، وانتظرونا في مزيد من الفيديوهات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.